ديزني جونيور تقدم لحظة سحرية لأبطال بلباس النوم. صنع روميو وحشاً آلياً ديناصورياً لمساعدته في السيطرة على العالم. هل يمكن لأبطال بلباس النوم إنقاذ الموقف؟ مع صديقي الزاحف الجديد هذا سأسيطر على العالم. يجب أن نوقفه، سيدمر المدينة. ما الأمر لاينون؟ ما أفضل طريقة نوقف بها سحلية كبيرة؟ بسحلية أكبر. روميو، هل تحب السحالة الكبيرة؟ لدي واحدة هنا. ضربة حظ ولن تحدث ثانية. حركة جيدة لاينون. الديناصور الذئبي سريع. لا، مهلاً، ليس الديناصور هو السريع، بل روميو معه جهاز التحكم. زاحف، استخدم جهاز التحكم لأن الديناصور لا يساوي شيئاً. فكرة جيدة. ببعض المساعدة من سحلية الزاحف العملاقة، أوقف أبطال بلباس النوم روميو وأنقذوا مدينتهم. واصلوا المتابعة للحظة سحرية أخرى، وسيمكنكم مشاهدة أبطال بلباس النوم على ديزني جونيور. انقر شاشتك لمقاطع أكثر، وابد ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.